إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اصطفاه ربه واجتباه وتوفاه إليه تبارك وتعالى وتقدس، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول ربنا تعالى في محكم التنزيل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يكتب الأعمال ويكتب الآثار، يكتب آثار العبد، قيل آثارهم أي خطواتهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقيل آثارهم أي ما تركوه من ورائهم بعد رحيلهم وموتهم، إن تركوا من بعدهم نفعا ينتفع به العباد وصلهم أجرهم، وإن تركوا من بعدهم وزرا وإثما ينشر الفجور والفساد والكفر والإلحاد، اتصل لهم سيئاتهم كما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. في الخبر الآخر في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالعبد يتنبه إلى هذا الأمر العظيم أن هناك حسنات قاصرة وحسنات متعدية، وأن هناك سيئات قاصرة وأن هناك سيئات متعدية. هناك حسنات قاصرة نفعها لصاحبها، إن صلى صلاته له تنفعه وترفعه عند الله تبارك وتعالى، وإن صام صيامه له ينفعه ويرفعه عند الله تبارك وتعالى، وإن حج فحجه له ينفعه ويرفعه عند الله تبارك وتعالى. بينما لو بنى لله تعالى مسجدا كان له أجر بناء المسجد وأجر من عبد الله في هذا المسجد إلى يوم الدين، وإذا حضر بطرا كان له أجر من شرب واستقى من هذا البدر إلى أن يغور هذا البدر ويندثر. فهذه حسنات جارية نفعها متعد يتعداه إلى غيره، أجرها عند الله تعالى عظيم، وحسناتها تتصل بالعبد حتى بعد موته ما دام عمله الصالح الذي عمله في الدنيا يتفل به الناس، فلا يزال الأجر يصل إليه حتى ينقطع هذا الانتفاع. أوقف لله تعالى مصحفه، نشر لوجه الله تعالى كتابا، علم لوجه الله تعالى
علما. هذه حسنات جارية نفرها يتعدى إلى عامة المسلمين. وبالمقابل عباد الله، هناك سيئات قاصرة، هناك سيئات قاصرة ضررها خاص بصاحبها، وهناك سيئات متعدية ضررها يتعدى إلى عامة المسلمين. هناك سيئات قاصرة من نظر حرام أو سمع حرام، نظر إلى حرام أو استمع إلى حرام، يحمل ذنبه ووزره يلقى به ربه تبارك وتعالى. وهناك سيئات ضررها متعدد يتعداه إلى غيره، كأن ينشر الحرام ويدعو إلى الحرام ويروج الحرام ويتكلم بالحرام ويكتب الحرام وينشر الحرام، فهذا داعية ضلال، فالدعاة اسماء، دعاة هدى ودعاة ضلالة. أما دعاة الهدى قال الله تعالى عنهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء دعاة هدى يدعون إلى دين الله وإلى سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هؤلاء دعاة ضلالة، وهذه دعوة الحق التي قال الله تعالى عنها: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هؤلاء دعاة هدى ويقابلهم دعاة ضلالة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دعاة ضلالة شياطين من الإنس وشياطين من الجن يوحي بعضهم إلى بعض، والوحي هو الإعلام بخفاء، وهكذا أهل الباطل يبتغون بالخفاء وينشرون الفساد في الخفاء حتى يفسد المجتمع وتضل الأمة وتنحرف عن سواء السبيل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يدعون إلى الضلالة. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم، وقال الله عز وجل عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففرعون داعية ضلالة يدعو إلى النار، والله يدعو أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الحق بإذنه. أولئك يدعون إلى النار، أولئك الذين خالفوا سبيل الله وخالفوا دعوة الرسل يدعون إلى النار، فهم دعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعون. قال الله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، دعاة يدعون لكنهم يدعون إلى الضلالة، دعاة
دعاة ضلالة، دعاة فجور، دعاة كفر، دعاة أفكار هدامة وعقائد فاسدة وبدع وضلالة، دعاة يدعون، دعاة يدعون إلى النار والعياذ بالله، يكثرون أتباعهم في جهنم، يكثرون حزب الشيطان في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يقول الشيطان: دعوتكم فاستجبتم. فالشيطان داعي، والله تعالى داعي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهما دعوتان، دعوة الحق يدعو إليها رب العالمين وأمر عباده بالدعوة إليها، ودعاة ضلالة يقودهم الشيطان الرجيم يدعوهم إلى الكفر والضلال والفجور والانحلال. ولكل داع وعده، فالله تعالى يدعو ووعد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والشيطان يدعو ووعد، الشيطان يعدكم الشر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدهم الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله تعالى أهل دعوة الحق وله وعد الحق، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. والشيطان له دعوة الضلالة وله وعد الكذب والضلالة. فشفى العبد بين داعيين، ولكل داع من الداعيين أتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمرنا الله تعالى أن نتبع دعوته، لأنه سبحانه يدعونا إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونهانا تعالى أن نتبع الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أمر الله تعالى أن نطيعه لا أن نطيع الشيطان، وأن ندعو بدعوته لا بدعوة الشيطان. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا سابقا وآثارهم التي تركوها بعد موتهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ترك أمرا نافعا اتصل له أجره، وإن ترك أمرا خبيثا سيئا ضارا اتصل به إثمه وتمه والعياذ بالله. فلا بد للعاقل أن يكون منصفا في مواقفه وفي كلماته وفي أعماله، وأن ينظر فيما يقدم: أهو يقدم خيرا؟ أهو يقدم خيرا يثيبه الله تعالى عليه وينتشر هذا الخير على يديه، أم يقدم شرا ينال به عند الله تعالى إثما ويكون به داعية ضلالة والعياذ بالله. وما أكثر دعاة الضلالة في هذا العصر، وما أكثر دعاة الضلالة في هذه الأيام عباد الله. ذلك الذي ينشر كتابا للعلمانية داعية الضلالة، ذاك الذي ينشر تسجيلات غنائية داعية الضلالة، ذلك الذي ينشر حفلات غنائية داعية الضلالة، ذاك الذي يلصق إعلانات لحفلات مختلطة داعية الضلالة، ذلك الذي يروج لصحيفة تطعن في الإسلام وتهدم الدين داعية الضلالة، ذلك الذي ينشر ويبيع مجلة مصورة عليها صور النساء المتبرجة ذاك داعية الضلالة،
تنشرهم أفكارا هدامة وتطعن في الإسلام وتخرج المتبرجات داعية الضلالة. ذلك المقدم الذي يقدم برنامجا حواريا يقلب فيه الحق باطلا والباطل حقا ويؤمن الخاطئ ويخوّل الأمين ويزور الحقائق داعية الضلالة. تلك الصحيفة بل ذلك الصحفي الذي يجمع ويكتب ويخرج الأخبار بطريقة ملفقة داعية الضلالة. ذلك الذي يروج لفكر شيوعي أو فكر ماركسي أو فكر شيعي أو فكر جمهوري أو فكر علماني أو فكر حداثي ليبرالي أو فكر قموري شركي أو غيرها من البدع والضلالات داعية الضلالة. فكم عندنا من داعية ضلالة عباد الله؟ فكم عندنا من داعية ضلالة عباد الله؟ كم عندنا من قناة مسموعة ومرئية نسمع فيها الباطل والضلال والغناء ونرى فيها التبرج والفجور والخنا ونشر الغنى وغير ذلك مما حرمه الله تعالى؟ كم عندنا من صحيفة سيارة تطبع بالملايين يوميا توزع صريحة كل يوم؟ كم في هذه الجرائد من مخالفات شرعية؟ أين رؤساء تحريرها؟ أين الصحفيون فيها؟ أين ملاكها؟ أنا علم بأن هذه المسؤولية سيسألهم الله تبارك وتعالى عنها. أيظنون أن هذا يغيب عن صحف عن حفظة الكاتبين؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ أحصاه الله ونسوه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يموت أصحاب المقالات وتبقى المقالات، يموت أصحاب الصحف وتبقى هذه الصحف، يموت أصحاب المجلات وتبقى هذه المجلات، يموت أصحاب الكتب وتبقى هذه الكتب، يموت المغنون وتبقى أشرطتهم من بعدهم، يموت الممثلون وتبقى أفلامهم من ورائهم. سيئات جارية بعد موتهم تتصل عليهم يعذبون بها في قبورهم جزاء وثاقا. لو كان الواحد من هؤلاء ضلاله خاصا بنفسه ومعصيته خاصة به لكان حسابه بينه وبين ربه. وأما أن يتجرأ وأن يدعو إلى ذلك وينشر ذلك ويتصدر في الصحف والمجلات والإذاعات والمعروات ويكتب في ذلك الكتب والأعمدة والمقالات فإنه داعية ضلالة. قال عسى من قائل سبحانه: ليحملوا أوزاركم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا أوزاركم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يضلون أناسا لا يعرفونهم، سنقرأ كتابه، من سنقرأ جريدته، من سيستمع إلى إذاعته، من سيشاهد قناته، خلق كثير لا يعلمهم، وهو سبب في ضلالهم، هو سبب في نشر الكذب، هو سبب في نشر البدع، هو سبب في نشر الفجور، هو سبب في نشر الضلال، هو سبب في نشر الأفكار الهدامة والمذاهب الرديئة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كل من تضرر، كل من تغير عقله، كل من فسد مهده، كل من انحرف عن الصراط المستقيم بسبب أغنية، بسبب جريدة،
بسبب إذاعة، بسبب قناة، فإن كل من شارك في نشر هذه الجريدة أو تلك الإذاعة أو تلك القناة يحمل أوزار كل من ضل سواء السبيل بسبب هذا، لأن المتسبب كالمباشر ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا فرق في ذلك بين الوزير والغفير، بين المدير والغفير. فحارس البوابة الذي يحرس الأماكن التي تنشر الضلال هو من ينشر الضلال سواء في الإثم، لأن الله تعالى قال في كتابه: والرجس فاهجر، والرجس فاهجر، ولم يقل والرجس فاحمي، ولم يقل فهو الرجس فاحمي، لم نؤمر بحماية الرجس أو الرجس على القراءتين، وإننا أمرنا بهجره، بتركه، بالبعد عنه، بالتحذير منه، بإنكار هذه المنكرات وليس المشاركة فيها. فلا فرق في هذا المقام بين المدير وبين الغفير، فالمسؤولية مشتركة بين جميع هؤلاء. فهذه بكاملها مؤسسة نشرت ضلالا، هذه بكاملها مؤسسة نشرت ضلالا. ولهذا لما حرم الله تعالى الخمر لعن بائعها وشاربها، ليس فقط بل لعن عاصرها وحاملها وساقيها محمولة إليه. كل هؤلاء، كل هؤلاء داخلون في اللعن، لأن هؤلاء كلهم شاركوا في هذه الجريمة، شاركوا في شرب ذلك الأخير للخمر، الساقي والعاصر والناقل والحامل والبائع والمشتري، كل هؤلاء جزء لا يتجزأ من شرب ذلك الذي شرب تلك الخمر. على هذا، على هذا جاءت مبررات الشريعة في المنكرات المتنوعة، في المنكرات المتعدية التي يتعدى خبثها وحرمها وضررها إلى غير، إلى عامة المسلمين. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يبصرنا بعلومنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لتوبة صالحة قبل الموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على تمام الأكملات، على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، دعاة الضلالة كثيرون، وهذه الدائرة واسعة، يوسعها الشيطان الرجيم بوسوسته وبأوليائه وبأعوانه. يوسوس الشيطان لكثير من الناس، يوسوس الشيطان لكثير من الناس حتى يصيرون للضلالة دعاة. والدائرة ليست ضيقة، والدائرة ليست ضيقة، فذلك الذي يبيع السجائر داعية ضلالة، وذلك الذي يبيع الصعود داعية ضلالة، وذلك الذي يبيع اسطوانات الغناء وافلام الفجور داعية ضلالة، ذلك الذي يؤجر منزلا او دكانا لبيع ما حرم الله او لعمل ما حرم الله، هو جزء لا يتجزأ من دعوة الضلالة هذه. الواجب علينا جميعا عباد الله ان نمتثل قول الله عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه دعوة عامة من ربنا تبارك وتعالى موجهة لنا جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبة دعوة من الله تعالى لعباده أن يتوبوا إلى الله جميعا. قيل جميعا
أن تتوبون إلى الله بجميع جوارحكم من كل ذنوبكم، وقيل جميعا أي جميع المؤمنين يتوبون إلى الله. وتوبوا إلى الله توبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التوبة المستوعبة لجميع الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها. بهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. فالواجب على العبد أن يتحمل من هذه الآثام كلها، ولا سيما وخاصة الذنوب المتعدية التي يتعدى فيها الإثم إلى غيره من المسلمين فيحمل بذلك أوزار غيره، ذلك الذي يشبر في سيارته في مواصلة عامة أو في مركبة خاصة يشغل الشريط الغنائي بصوت عال يسمعه من حوله، كل من سمع هذا الغناء يحمل هذا الرجل وزره، يحمل هذا الرجل وزره وإثمه، ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ذلك الذي ينشر إعلانا تجاريا في الشارع العام وفيه صورة امرأة متبرجة، كل من نظر إلى هذه المرأة المتبرجة يفهم ظاهر الإعلان ومنصف الإعلان وصاحب الإعلان ومن يأخذ الرسوم في المحليات على وضع هذا الإعلان، كل هؤلاء يشتركون ويدخلون في دائرة الإثم، وهم دعاة إلى الضلال والعياذ بالله. لأن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على إزالة الضلالة وعلى هجران المنكرات وعلى عدم التعاون على الإثم والعدوان، وأن نتعاون على البر والتقوى في كل مكان، كما قال عز من قريب سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعاون على البر والتقوى مع كل أحد، حتى لو كان كافرا دعانا إلى بر وتقوى نستجيب له ونعينه عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في صلح الحديبية مع كفار قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطوة يعظمون فيها أمر الله إلا أجبتهم، مع أنهم كفار قريش. قال الله عنهم: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، هم الذين كفروا. ومع ذلك يقول رسول الله: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها أمر الله إلا أجبتهم إليها. فكل من دعانا إلى بر وتقوى فأيدينا إليه ممدودة، والواجب علينا أن نعينه. وكل من دعا إلى إثم وإلى عدوان ولو كان أقرب قريب وأحب حبيب وأصدق صديق، فإن الواجب علينا أن لا نتعاون معه على الإثم والعدوان، بل الواجب علينا أن ننصحه وأن نذكره بالله وأن نسعى في إنكار هذا المنكر. قال الله عز وجل لرسوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قال فإن عصوك فتابعهم أو أطعهم أو أعنهم، وإنما قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعط حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاة هدى ولا تجعلنا دعاة ضلالة. اللهم اجعلنا ممن يدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا ممن يدعو إلى سبيلك على بصيرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عازيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك ولك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدتنا وأزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اغفر من خذل الدين، اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك ودمر من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرزق بنا فارزق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشكر عليه. اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل بنا يدنا في من خافك واتقاك وعدنا برضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم عليك بتحالف الصليب، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بالنصارى في أفريقيا الوسطى، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم انتقم منهم أجمعين، ونكل بهم كما نكلوا بإخواننا المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بورما وأفريقيا الوسطى، وفرج همهم، ونفس كربهم، واغفر وارحم ميتهم، وداوي جريحهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.